السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة الزراعة صح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أفضل أنواع النباتات اللي بتعمل ريحة نفاذة جدا، وبنستخدمها أيضا في الطعام كتوابل. أفضل 6 نباتات ليهم رائحة نفاذة جدا ممكن نزرعهم في البيت. أول حاجة معانا حضراتكم وهو نبات اللافندر. نبات اللافندر من النباتات اللي ليها ريحة نفاذة جدا، نبات مزهر، زهرته لونها جميل جدا، ونبات فوائده كثيرة ومتعددة لا غنى عنه. النبات الثاني حضراتكم وهو نبات الروزماري أو إكليل الجبل. طبعا بيستخدم كبهارات في الأطعمة، بيحطوه دايما في المطاعم في الأكل، بيدي نكهة جميلة جدا وفي نفس الوقت ريحته نفاذة جدا، وبيتزرع في البيت ولا يمكن الاستغناء عنه في الأكل. معانا حضراتكم النوع الثالث وهو نبات الزعتر. نبات الزعتر كلنا عارفين نبات الزعتر أيضا ريحته نفاذة جدا، زراعته سهلة جدا، وبرضه بيستخدم كتوابل في الأطعمة. معانا حضراتكم النعناع السعودي والنعناع البلدي. هو ده شكل النعناع السعودي، الأوراق بتاعته بتكون صغيرة جدا، والنعناع البلدي الأوراق بتاعته بتكون كبيرة أكبر من النعناع السعودي. هو ده الفرق ما بين الاثنين، ده النعناع السعودي وده النعناع البلدي. الاثنين ريحتهم نفاذة جدا جدا، ولكن النعناع السعودي ريحته أقوى من النعناع البلدي. الاثنين بنستخدمهم دايما في المشروبات، يعني مع الشاي مع أي حاجة إحنا بنشربها. طبعا آخر حاجة معانا وهي نبات الريحان. كلنا عارفين نبات الريحان أيضا بنستخدمه في توابل الأكل كتوابل للأكل، وريحته نفاذة جدا جدا. هم ده حضراتكم الست نباتات اللي لا يمكن الاستغناء عنهم، نزرعهم دايما داخل البيت، ريحتهم قوية جدا، بيدوا انتعاشة للمكان اللي احنا موجودين فيه، وفي نفس الوقت بنستخدمهم سواء في الأطعمة أو في المشروبات، يعني فوائدهم كثيرة ومتعددة جدا. وهو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجة منه. فلو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا، انزل تحت اعمل سبسكرايب للقناة، فعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة ازرع صح. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.